سيادة الناس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعينا ومتابعينا الأوفياء، يا ربي تكونوا بألف خير وصحة وسلامة إن شاء الله. إن شاء الله تكونوا كدوزوا وقيتها مزيانة في هذه الظروف الاستثنائية، واصبروا معنا حتى تدوز هذه الأزمة. سيادنا، اليوم غنتعرفوا على هذا السيد اللي كان من بين الفريق اللي داروا مسابقة لتجويد القرآن الكريم في رمضان اللي فات، واللي لقى استحسان كبير عند الناس. نبداو. بسم الله. أول سؤال، من أنتم؟ نحن هم الذين سنسعد ونتشرف بأنكم تشتركوا معنا في القناة ديالكم، وسنزداد فرحا إذا فعلتوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديال القناة. معكم وليد من صفحة حاتيم دي إيفنتس. نحن مجموعة من الشباب اللي تجمعنا في هذه الصفحة هذه بحكم الدراسة وبحكم الصداقات اللي كتجمعنا، كل تخصص ديالو في كل ما يخص السمع البصري، صوت، صورة، مونتاج، إضاءة إلى آخره. جمعنا في هذه الصفحة هذه باش فيها نخدموا داكشي اللي كنعرفوا نديرو، ونوريو للناس شنو كنعرفوا نديرو الخدمة ديالنا، ومن خلالها نتواصلوا مع الناس ويعرفونا ونعرفوهم. شفت كتقولنا لا تنقولنا حيت يعني نهضر بصيغة الجامعة، العمل اللي تيكون فيه الجامعة ديما تيكون عمل مبارك من عند الله سبحانه وتعالى، ديما تيكون فيه جديد، ديما تيكون فيه إبداع، ديما تيكون فيه عطاء. هذا علاش تنقولنا يعني حنا كاملين فريق واحد، مجموعة واحدة. هذا علاش يعني انتم فريق؟ تقدر تقول فريق، تقدر تقول فريق، إن شاء الله نوليو جامعة. ومنين جاتكم الفكرة أنكم تنظموا هذه المسابقة في هذه الظروف الاستثنائية؟ هو كما قلت لك احنا فريق، وكان اللي كانت معنا علاقه ديال الدراسه، علاقه ديال الصداقه، ماشي ديما كنتلاقاو يعني في الميدان باش نخدموا مجموعين كاملين، كنتلاقاو البعض. فبمناسبه هذا الظرف هذا اللي ديال الحجر الصحي، كما كتعرفوا الكل يعني جالس في دارو، قلنا علاش لا اننا نتجمعوا كاملين تقريبا في هذا العمل هذا اللي من خلاله الناس يشوفونا ويشوفوا الخدمه ديالنا عبر الانترنت، سواء في الفيسبوك او لا في اليوتيوب او لا حتى في الانستغرام. شفنا داكشي جاب عجالة، كيفاش البلان؟ حيت مع الظروف ديال الحجر بداية ديال رمضان، قبل رمضان بشويه كنا تنقولوا راه غادي يسالي الحجر، غادي نخرجوا، غادي ممكن يكون افطار، ممكن تكون قفه في رمضان، ممكن تكون تحب بزاف ديال الحوايج. ولكن للاسف الحجر طول، وغادي نصوموا حنا في الحجر. من هنا جات الامور يعني بسرعه، وما كانش وقت كبير بزاف باش تخطط او ترتب ولا قاد شحال ديال الامور، ولكن الحمد لله جات في حالك. المسابقة ما كانش عليها إقبال، بغينا نعرفوا السبب باش. ما كانش عليها اقبال، يمكن حيت اعلنا على الصفحه، اعلنا على المسابقه في الصفحه، الصفحه ما كانوش عندها متتبعين بزاف، يعني سي نورمال انه ما يكونش عندها اقبال، علما ان المسابقه ولا الحمله المسابقه كانت سبونسوريزي في واحد الاجل ديال 5 ايام. ولكن الحمد لله يعني كبدايه راه هذا شي حاجه كتشرف، خصوصا ان حتى الظرف اللي كيعيشوه المغاربه كاملين فهو يعني كان واحد النوع من الارتباك وواحد الارتجاليه اللي كنعيشوها في هذا الجو ديال الحجر مع رمضان، او رمضان حنا في الحجر في الديور مع الحركه ديالنا محدوده، يعني كنظن انها مساله عاديه والحمد لله. وكيفاش اختاريتي اللجنة؟ ما اختاريتش اللجنة، بل الله سبحانه وتعالى اللي كيختار الناس اللي غادي يخدموا في الأعمال اللي كيبغيها والأعمال اللي تيحبها، بحكم الصداقات اللي كيما قلت لك تجمعنا بعدد ديال الناس. فطرحت فكرة على مجموعة ديال الإخوان، رحبوا بفكرة. الأخ الصديق محمد الشلح هو اللي تكلف باش ينسق لينا مع الإخوان ديال اللجنة، مشكورين والحمد لله. يعني بعجالة وافقوا على انهم يشاركوا في هذا العمل هذا، والله يجازيهم بخير من هذا المنبر هذا، كنبغي نشكرهم. حتى واحد فيهم ما بان زعما. هما 3 الناس، فيهم الاستاذ وفيهم امامين يعني تابعين لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، صعيب عليهم يدخلوا في حال هذه الانشطة هذه، خاصة مع هيئات او لا جمعيات اللي ما معروفين او لا صفحات او لا شيء من هذا القبيل هذا، لان ممكن تشكل عده مشاكل من بعد اللي هما في غنى عنها، انه تربط الاسم ديالهم انهم حكموا او كانوا عضو في لجنه ديال المسابقه ما معروف شكون كيديرها، وخاصه شباب يلاه بادين. اذا من حقهم، وحنا كان عندنا الغرض، وحتى هما قالوا يعني ما عندناهمش الغرض انهم يبانوا، هما الغرض عندهم انهم هذوك الناس الشباب اللي شاركوا واللي بان، فيعني ما كنظنش انه هذا مشكل.
كيفاش تم اختيار المشاركين؟ لا، هو بالنسبة للمشاركين ما كانش اختيار، احنا ما كان اختاروش، يعني اي واحد حافظ الكتاب الله سبحانه وتعالى ويتقن قواعد جويد وضابطها فمرحبا به. هذيك المسألة ديال الاختيار ماشي اختيار كترجع للجنة، احنا اي واحد بغى يشارك فالباب كان مفتوح، لانه هذا غير اجر ما نقدروش نحرمه منه حتى شي واحد. جيتو حتى الاخر ودرتو لينا مسابقة ديال البراعم، زعما راكم اختاريتو في التنقيب على المواهب. لا، ما اختاريناش. هي مسألة المسابقة اللي دارت في الأخير ديال البراعم، حتى الأخير عاد توصلنا بمشاركات ديال واحد الأستاذ عنده تلاميذ بغاو يشاركوا، والابنة ديالو حتى هي شاركات، حتى الأواخر نيت وتزادت مشاركات ديال أخوين توأمين، آية وأيمن من مدينة برشيد. آية راه فائزة بجائزة محمد السادس للقرآن الكريم في 2019، وشاركت في مسابقة دولية في دولة الإمارات. يعني إذا كان شي حاجة كنقبوا عليها في هذا العمل هذا فهي الأجر والثواب ديال الله سبحانه وتعالى، ما كنقبوا حتى على شي واحد. وشكون المقرئ اللي عجب البراعم؟ في البراعم واخا إسراء اللي عزيزة وربحات، ولكن أيمن منصور واحد الصوت ما شاء الله عليه، يعني صوت ما شاء الله، الله يكمل عليه، الله يرحم من رباه ومن قراه. وفي الكبار؟ لا، الكبار كلهم مزيانين ما شاء الله عليهم. دبلوماسي زعما مع راسك. لا، كلهم تبارك الله متميزين، كلهم تبارك الله متميزين، أصوات جميلة، تمكن خطير ورهيب من قواعد جويد، يعني كلهم تيعجبوني. أسيدي وصلني من المصادر ديالي أن الفائزين مازال ما توصلوا مصادر بالجوائز. وعرض المصادر. لا، بصح، المشاركين مازال ما توصلوش بالجوائز لحد الساعة. علاش؟ لأنه حنا توصلنا بجوائز معطلين، لأنه المكونات ديال الجوائز ما خديناهمش من عند يعني بائع واحد، خدينا من عند باعة متفرقين. هذا علاش كانت العملية شوية خدات وقت، بالإضافة حتى عملية الإرسال حتى هي غادا تاخد وقت. حمزة ديجا ماشي مشكل، حمزة غير حدانا في كازا. إسراء اللي غادي نرسلوا لها ان شاء الله العريش ان شاء الله هذا الاسبوع، هذا غادي توصل إسراء وحمزة بالجوائز ديالهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. ومنين جبتوا الموارد لهاد الجوائز؟ الموارد ديال الجوائز حاجة الله كيقضيها الله وتيسر فيها الله سبحانه وتعالى. متعاونين الدراري بيناتنا، الام ديالي حتى هي دارت معنا البركة، والحمد لله يعني ما كانش عندنا اشكال في هذا الشيء، على اساس انه نتمنى ان شاء الله الموسم الجاي ان شاء الله تكون جوائز اعلى قيمه، لا ماديا ولا يعني، باش تكون واحد الثقل المسابقه وواحد تشجيع اكثر للمشاركين اللي غادي يشاركوا في المسابقه العام الجاي ان شاء الله. قتلتينا بواحد الكلمة، متابعينا ولا الدوره الاولى. انتهت الدورة الأولى ما غتساليش. لا، ان شاء الله الرحمن الرحيم، الدراري كاملين احنا باغيين ان تكون هذه المسابقه هذه كتقليد او لك عاده سنويه للصفحه، خاصه ان هي اول نشاط بدينا به وما كرهناش، على اساس علاش لا تكون الدوره الاولى الثانيه الثالثه ان شاء الله الى ما لا نهايه، باش نزيدو نختبروا راسنا اكثر في مساله التنظيم في الانترنت، حيت كنعرفو ننظمو في الطيران كما تنقولو في ارض الميدان، ولكن في الانترنت نزيدو ناخذو خبره اكثر ونتغلبوا على المعيقات اللي كانت كتواجهنا في المسابقه بحال الدوره اللي فاتت، ان شاء الله نطوروا الفكره. علاش لا؟ شي كلمه اخيره؟ كلمه اخيره نبغي نقول للناس اللي تبعونا في الصفحه من اللي بدات الصفحه ومن اللي بدات المسابقه خاصه، انه يتسناو الصفحه اللي غدت مازال غدا تعلن وغدا تفصح على الجديد ديالها وشنو كتعرف دير، ولا الدراري اللي في الصفحه ولا في الفريق شنو كيعرفوا يديروا، مازال جايين مسابقات، مازال جايين تعريف بالخدمه ديال الدراري، الا حتى شي واحد اي خدمه في هذا المجال هذا ديال السمعي البصري فالباب مفتوح، ما عليكم الا تراسلونا على الخاص. مازال غادي يكون ان شاء الله تكاوين، مازال غادي يكونوا منتوجات اللي غادي تقدر تباع، مازال فكره ان شاء الله غادي تطور وغادي تزيد لقدام ان شاء الله. خليكم معنا باش نكبروا بكم وتكبروا معنا ان شاء الله.